تصدق يبا، أنا بعد جوعان. زين ذكرت إنك جوعان عشان أحس بنفسي. صدق يما، راح نروح السوق نشتري أغراض جديدة. أوف يا ربي، أنا مو قادرة أنام من اليوم، ماني عارفة شنو فيني. خل أروح أقعد بالصالة شوي، أنا ما ييني النوم. بسم الله يا سناء، أنت شو مقعدش ليه الحزة؟ يما أنا مو قادرة أنام من اليوم، ماني عارفة شنو فيني. قلت خل أنزل الصالة شوي، على ما ييني النوم أروح أساعد أنام. يمكن تكونين تعبانة وانتي مو حاسة بنفسك. لا يما، انا مو تعبانة وما فيني شي. هيا تعالي قعدي، انا ما تنعسين وتروحين تنامين. انزين وانتي يما، ليش لي ملحين مو نايمة؟ انا شربت قهوة قبل شوي وحس مو يعني نوم، قلت خل انزل اشوف الاخبار. انزين يما، عادي انا بعد اشرب قهوة معاك، لانه مو يعني نوم. يعني إذا شربتي قهوة الحين ما راح تنامين بعد، كافي إنك مو قادرة تنامين من قبل شوي. إنزين يما، والشاي أهو بعد نفس القهوة؟ إذا أحد يشربه ما يقدر ينام؟ لا سناء، بس القهوة. إنزين إيش معنى يما؟ عشان القهوة فيها مادة ما تخلي أحد ينام وتخليه ينتبه زيادة. إنزين يما، وهالشي زين ولا مو مفيد؟ بعض المرات تكون زينة، يعني مثلا إذا واحد عنده امتحان وحاس إنه يبي ينام ومو قادر يركز، راح يشرب قهوة وراح يركز وهو يدرس. إنزين يما، ومتى تكون القهوة مو مفيدة وضارة حق الواحد؟ إذا يكون يشربها زيادة عن اللزوم، أو الواحد إذا كل يوم يشربها راح يدمن عليها. ويلا يا سناء، الحين روحي حاولي ينامي. إنزين يما، قولي لي قصة قبل لا أروح أنام. من صدق يا سناء تبين قصة وانتي بهالعمر؟ الحين حتى اليهال ما يقولون لهم قصة قبل لا ينامون. أنا أقول روحي نامي وتعودي من الشيطان، واقري آيات شوي من القرآن الكريم وراح تقدرين تنامين، عشان أول ما نقعد راح نروح السوق ونشتري مواعين يدت حق المطبخ. صدق يما، راح نروح السوق نشتري أغراض جديدة؟ اي صدق يا سناء. وناسة عيل، انا بروح انام. اوكي يما عيل، تصبحين على خير. وانتي من اهله، تغطي عدل ولا تنسين تقرين شوي من القرآن الكريم. ان شاء الله يما. سالم، يا سالم وينك؟ تعال بيك بسرعة. سالم، انت شنو مو قاعد تسمعني؟ انا مو قاعد اناديك. هلا يبا، هلا، شنو تبي؟ وين كنت؟ ليش مو قاعد ترد؟ ماكو يبا، كنت اتمشى شوي على البحر. وثول يا سالم، تستعبط علي؟ لا يبا ما استعبط، بس انت تدري يعني انا اكيد اكون بالبيت، اكيد مشغول وما سمعتك. انزين انزين، عن الهذرة الزايدة، اروح حق امك قول لها شنو الغدا. انا حدي جوعان، ما راح اقدر انطر اكثر من كذي. تصدق يبا، انا بعد جوعان. زين ذكرت انك جوعان عشان احس بنفسي. ويعني ليش ابوي ما يقول حق سناء؟ مناديني وانا نازل وحالتي حاله، اخر شي يقول لي روح شوف الغدا. يما يما يما، لحقي بسرعه. ما يا سالم، ها شفيك بعد؟ ابوي حد معصب وراح يموت. ما يعني يا سالم، عمرك ما قلت شي فيه خير، شان حاجش قاعد تقول؟ ما ادري عنه، ابوي يقول راح يموت من اليوع. صدق انك ما عندك سالفة، ويلا اطلع برا الحين ما ابي اشوفك. شفيش مو صدقتني يما، ابوي قال لي راح يموت من اليوع، ويقول ما راح يقدر ينطر اكثر من كذي. انزين يلا، انا شوي اخلص الغدا، روح قعد سناء اختك. انزين يما، شنو الغدا ما قلتي لي؟ غداكم اليوم مطبق زبيدي، وسويت لكم احلى مرقة دقوس وياها.
الله يمه، أنا وايد أحب هالأكلة، زين إنك سويتيها عشان سنة ما تاكل، لأن هي ما تحب السمك. يلا روح قعد سنة أختك. بعدين ليش إن شاء الله سنة للحين نايمة؟ متى تقوم يعني؟ أهي أمس ما نامت عدل، نقول إنها مو جايه نوم. سنة 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 سنة، بسرعة قومي بسرعة، نبيك ضروري. شنو في شنو في؟ لا يكون أمي راحت السوق وخلتني ما أخذتني وياها. أي سوق أنتي ثانية؟ أكيد هذا بالحلم تروحين السوق يا أمي. ويع سالم، شنو تبي؟ خلصني يلا عشان أنا أرد أنام، وايد نعسانة أمس طول الوقت أنا ما نمت. سوينا لك أحلى غدا راح تاكلينه بحياتك. ست سالم عاد أنا وايد جوعانة. شنو الغدا؟ غدانا اليوم؟ إي سالم، شنو غدانا اليوم؟ أكثر أكلة يحبها قلبك، توقعي شنو؟ ما أدري، يمكن معكرونة بالبشاميل. لا لا، راح تحبينها أكثر من المعكرونة بالبشاميل. ويح سالم خلاص، ما بيعرف، يلا اطلع برا. غدانا مطبق زبادي. وأنا من متى أحب السمك وآكله؟ أنت تدري فيني إن أنا ما أحب السمك، ليش كذي قاعد تغثني؟ أنا أقول بكيفي. يما ليش اليوم سويتي الغدا اللي انا ما احبه؟ عشان اليوم يا سناء عزمتك على غدا برنا. صدق يما انت اليوم وايد مدلعتني، راح تاخذيني اماكن حلوه وتعزميني على الغدا بعد. ها انا اشوفكم تتفقون من وراي وما ادري عن شيء. وين راح ان شاء الله اليوم يا سناء؟ اماكن ما لها شغل بالرياين يا سالم. ايش دعوه يما؟ قولي لي، خالتك انا مو واحد غريب. سالم انا قلت لك مو شغلك، يلا روح نادي ابوك خل انجم الغدا. اصلا عادي انا ما بيعرف، ولا من زين الاماكن اللي بتروح لها سناء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي يا ست الكل، عايز اخدمك ازاي؟ انا محتاجة مواعين جديدة، وابي جدر بعد يكون كبير والأكل ما ينزك فيه. طيب حاضر من عنيا، وعندي كمان عروس مسهلة قوي. العروس اللي عندنا النهاردة اشتر قطعة وتاخد التانية مجانا. لو سمحت شنو يعني العرض؟ انا مو فاهمته، يصير تفهمني يا؟ يعني مثلا هتشتري صحن وهتاخدي فوقه صحن تاني مجانا فري ببلاش من غير ما تدفعي ثمن الصحن التاني. الله يما هالعرض وايد حلو، ايش رايك ناخذ منه؟ اي والله يا سناء العرض وايد حلو، وانا بعد محتاجه مواعين جديده، من زمان ما شريت. حاضر هطلع لك افضل حاجه عندي بالمحل. يعني بصي مثلا دوت كواليتي وسعره جدا 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 ممتاز، وهيطلع الاكل لذيذ جدا وتحفه فيه، ما تندميش. خلاص عين انا راح اخذ هالجدر، بس اهم شيء تسوي لي خصم عليه. اكيد هعمل لك خصم، ما تحكيش. يما طالعي هذا كلاس القهوه اللي عندش نفسه بالبيت، ايش رايك نشتري عشان يصير طقم بعد؟ اي صح يا سناء، فكرتك وايد حلوه، انا راح اخذه ويصير طقم نفس اللي معاي بالبيت. وبس دوت كمان جهاز التوستر، هعمل لك التوست مقرمش ولذيذ جدا. ما عافيه، خلنا ناخذ هذا الجهاز، انا وايد احب التوست. يلا عيل خلاص خلنا ناخذ هذا الجهاز ونطلع ونروح البيت. ولو سمحت اذا ما علي كمر ابيك تشوف كم طلع حسابي عشان ادفع على طول. كده حسابك 25 دينار، وانا اديت لك معاهم هديه فري. مشكوره وايد يما على الطلعه الحلوه، انا وايد استانست واكلت كل اللي بخاطري بعد. عفوا يا احلى بنت بالدنيا، ان شاء الله عاد عجبك الاكل والمطعم اللي رحنا له. اي ما عجبني وايد، ان شاء الله المره الثانيه راح نروح انا وابوي وسالم ويانا، وانتي بعد اكيد. ان شاء الله يا سناء. وبشذي حلقه اليوم خلصت، نشوفكم ان شاء الله بحلقه ثانيه. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك، وأهم شيء بعد الاشتراك بالقناة. مع السلامة، معاكم عائلة سعيد وسعيدة.